اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب، حديث عراقي. مثل ما اجتاحت الميليشيات والعصابات كل مناحي الحياه في العراق ومنذ احتلاله عام 2003 وحتى اليوم تحت غطاء الحكومات التي تعاقبت طوال 17 سنه وقالت ان حركه هذه الميليشيات شرعيه وقانونيه، وفي عام 2000 وبعد عام 2014 اصدرت لها يعني اصدر لها هذا البرلمان الحالي قانون سمي بقانون الحشد الشعبي، الذي يعني هو إطار جامع لكل هذه الميليشيات، واعتبرت إطارا قانونيا، مؤسسة قانونية تابعة للدولة. فتحركت هذه الميليشيات طوال هذه 17 سنة، مارست كل حالات الخطف والقتل والسلب والنهب والابتزاز والتغيير الديموغرافي والتعذيب وكل ما يتصل بعالم الجريمة من أساليب، مارسته بشكل واضح وعلني وأمام أنظار الجميع، طبعا أنظار الاحتلال الأمريكي والإيراني وبدعم منهم. طبعا نقول مثل ما مارست هذه الميليشيات وهذه العصابات، هذه المافيات، كل هذه الأدوار، مارست أيضا طوال هذه 17 سنة وما زالت تمارس دورا مهما في استيراد وتوزيع الأدوية في العراق. العراق مثل ما تعرفون كانت لديه صناعات، كان لديه مصنعين مهمين، مصنع سامراء ومصنع الموصل لإنتاج الأدوية، وكانت في السبعينات والثمانينات ربما تغطي نصف حاجة العراق أو أكثر من نصف حاجة العراق، ربما 60% من حاجة العراق من الأدوية. بعد عام 2003 عطلت هذه المعامل، في بعد عام 2014 دمر معمل الموصل بالكامل، بقي معمل سامراء، أعادوا تشغيله بعقود خاصة ولحسابات خاصة لا ينتج أكثر من 15 أو 12% من مجموع ما كان ينتجه سابقا، يعني أكثر من 85% إلى 90% معطل من إنتاجه السابق، انتهى مكانه قديمة، وسائل إنتاجه قديمة، بالتالي الاستيراد هو الأساس. وعطلت الصناعة مثل ما تعرفون، عطلت الزراعة، عطلت كل مناحي الحياة من أجل أن تستفيد هذه الميليشيات، وبالتالي وصلنا إلى هذه الحالة. الميليشيات هي المسيطرة على حالة الدواء في ظل وجود بنى تحتية عراقية صحية مدمرة، مثل ما هي حال كل البنى التحتية في كل مناحي الحياة مدمرة. البنى التحتية الصحية في العراق مدمرة، إضافة إلى بيئة ملوثة يعني مساعدة أو مشجعة على الأمراض. أهل العراق أصيبوا بأمراض كثيرة، بوباءات كثيرة، يحتاجوا للأدوية طوال هذه 17 سنة، يحتاجون إلى الدواء، يبحثون. هذه الميليشيات، هذه المافيات هي المتحكم بالدواء، منافذ الحدودية كلها بيدها، هي من تستورد، هي لديها شركات الاستيراد، هي من تستورد تحدد نوعية الدواء، الجهة المنشأ الذي تستورد منه طبيعة الدواء، أدخلت أدوية فاسدة، أدوية منتهية الصلاحية، أدوية غير مناسبة لأمراض كثيرة، أدوية لا يحتاجها العراق وبأسعار عالية جداً، اضطر المواطن إلى شرائها. كثير من الأدوية وخاصة الأمراض الخطيرة كالسرطانات والأمراض الدائمة، مثل يعني الأمراض المستمرة الدائمة، مثل الضغط، مثل السكر، هذه الأمراض كلها أدوية نادرة وغالية الثمن، يضطر المواطن إلى شرائها من السوق السوداء مثل ما يقولون، وهي كلها سوق سوداء الحقيقة. السوق الحكومي والسوق والرصيف هي واحد، وكلها سوق سوداء وكلها تبيع بأوامر وبإرشادات هذه المافيات ولفائدة هذه المافيات. الحقيقة صحة المواطن تعرضت إلى الكثير من التحديات الكبيرة، وخاصة فيما يخص الدواء. يذهب المواطن إلى المستشفيات الحكومية لا يجد الدواء، يضطر إلى الذهاب إلى المستشفيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، هذه المؤسسات هي تبيع له الدواء بأسعار عالية جدا، وهي يعني أيضا خاضعة إلى سلطة هذه المافيات، وهي من يستفيد من عندها. وهذه المافيات مثل ما تتاجر بالمخدرات وأموالها كبيرة، أيضا تتاجر بالأدوية وأموالها كبيرة، وإحدى يعني التجارات المهمة هي تجارة الأدوية في العالم،
ووراءها مافيات، هذه المافيات تستفيد من عند هذه الميليشيات التي تعمل بالعراق أو تضيق على المواطن، إما أن يذهب إلى الخارج ويذهب باتجاه إيران، وهناك سيستفاد المرجع، هي المرجعية الأساسية لهذه الميليشيات والعصابات والمافيات فتستفيد، أو يذهب إلى، إذا كان لديه أموال يذهب إلى دولة أخرى وأيضا يخضع لابتزاز هذه الميليشيات في إصدار أوراق وتقارير يحتاجها. هذه يعني الميليشيات هي المتحكم، وهي التي جعلت مثلا وزير الصحة اللي جاء به عادل عبد المهدي عام 2019 وقال انه يعني لكي يظهر ان حكومته تكنوقراط مثل ما يقول او من اصحاب الكفاءات، جاء على علوان، هذا الرجل علاء العلواني، علاء العلوان جاء به لكي يكون وزيرا للصحة. فالرجل بعد فترة اكتشف هذا الفساد الهائل، اكتشف انه لا يستطيع ان يفعل شيئا فاستقال. قبل ان يستقيل في شهر شباط عام 2019 صرح قال 85% من الادوية التي في العراق هي ادوية لا يحتاجها العراق، غير مفحوصة، غير مقررة للاستخدام في العراق، وغير مسجلة. نقابة الصيادلة في العراق على لسان نقيب الصيادلة او عدد من اعضاء نقابة الصيادلة يتحدثون انه مشكلة الدواء لن تحل الا بالصناعة العراقية للدواء، الا بوجود رقابة، الا بوجود فرق تفتيش على الدواء، الا بإعادة السيطرة النوعية على الدواء وفحص الدواء مثل ما كان يفعل العراق سابقا. وهذه طبعا مثل ما تحدثنا عن المعامل، لماذا انتهت، لماذا دمرت، والميليشيات هي من دمرها. ولذلك من يتحدثون عن الصناعة، لماذا ذهبت في العراق، لماذا انتهت في العراق، لماذا تذهب تنتهي الزراعة، هي لصالح دول معينة، لصالح مشاريع معينة، لصالح أجندات معينة، وهي خطوات محسوبة وليس ارتجاليا مثل ما يعتقد البعض. وزارة الصحة هي المسؤولة عن الدواء مثل ما تعرفون، لكن هذه الوزارة هي ضمن مزاد المزايدات الطائفية والإثنية، توزع مناصبها، المناصب لهذا الحزب أو ذاك وفقا لذلك. وهذه الأحزاب، أحزاب العملية السياسية، تنظر إلى أي وزارة على أنها كم تعود عليها من المكاسب، كم تعود عليها من السلطة، من القدرة على التمدد، وبالتالي هذه الوزارة ليس لها أي دخل في قضية الدواء لأنها هي مستفيدة أيضا، وهذه الميليشيات تابعة لها، وهي من تتحكم بالسوق، ولا أحد يستطيع الحديث عن 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 فسادها وعن الخراب الذي يحدث. كثير من الأدوية، سرطانات الناس، كثير من المواطنين في أمراض السرطانات باعوا بيوتهم، باعوا كل ما يملكون لتوفير الدواء لعلاج آبائهم، لعلاج أبنائهم، لعلاج أمهاتهم، لعلاج بناتهم، لعلاج أنفسهم. أسعار الأدوية، الدولة ليس لها علاقة، لا تحمي المواطن، لا تحمي من أي شيء، لا تقدم مساهمة في قضية الدواء، وبالتالي المواطن هو أمام هذه المافيات في مواجهة مع هذه المافيات، إما أن يقبل بأسعارها أو ما يذهب إلى الموت. وبالتالي النتيجة، الخلاصة في كل ذلك، لا صحة لا دواء في العراق ضمن القياسات، ضمن الشروط الدولية، ضمن ما يحتاجه العراق، وبأسعار مناسبة، وبأسعار تحترم ميزانية، تحترم الإنسان، وتحترم ميزانيته وقدرته على الشراء، توفر له الدواء الرخيص أو ربما المجاني. لا وجود لهذا إلا بوجود حكومة ترعى المواطن وترعى الوطن، حكومة وطنية، وهذه غير متوفرة في العراق مع الأسف. لذلك تبقى قضية الدواء بيد هذه الميليشيات، مثلما تعلق باقي مناحي الحياة بيد هذه الميليشيات، سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا، ماليا، كل المناحي الأخرى أمنيا، كلها بيد هذه الميليشيات وهذه العصابات وهذه المافيات. مع الأسف الشديد العراق في محنة كبيرة. وقت هذه الحلقة قد انتهى، أترككم بخير والسلام عليكم.